مع استمرار احتجاجات الغضب ضد عنف الشرطة في أرجاء الولايات المتحدة في أعقاب قرار هيئة محلفين عليا في كل من ميزوري ونيويورك بعدم توجيه اتهامات جنائية إلى ضابطي الشرطة من البيض في وفاة رجل وفتى أسودين، دفع الرئيس الأمريكي باراك أوباما الاثنين عن أهمية الاحتجاجات السلمية. الرئيس الأمريكي اعتبر أن استئصال العنصرية في الولايات المتحدة لا يمكن أن يتم إلا تدريجيا ودعا إلى المثابرة في المعركة ضد التفرقة. وأضاف أوباما في مقابلة مع شبكة BET التلفزيونية الموجهة للسود، حين تتعلق المسألة بأمر المترسخ مثل العنصرية والتفرقة في أي مجتمع فإنه يجب التيقظ، لكن يجب الإقرار أيضا بأن هذا الأمر مستمر منذ فترة طويلة. وفاة إريك جانر في نيويورك ومايكل براون بولاية ميزوري أبرزت العلاقات المتوترة بين الشرطة والسود وشعلت مجددا نقاشا بشأن العلاقات العرقية في الولايات المتحدة الأمريكية.